وإلى أسعار العملات المشفرة في الأسواق العالمية. وكما نلاحظ هنا العملات المشفرة، نبدأ من البيتكوين الذي يتراجع ب 1.17% ليصل عند $56.595 للعملة الواحدة، 56,000، وتراجع بقرابة $977 خلال التداولات في الفترة الماضية. الإيثيريوم هنا كما نشاهد تراجع ب $41 ليتراجع عند مستويات $2,336.70 للعملة الواحدة. أما الريبل فما يزال عند نفس المستويات مع التراجع الجزئي الطفيف، ويصل عند $0.53 للعملة الواحدة. إذن هذه كانت مشاهدينا أرقام وأسعار العملات المشفرة في الأسواق العالمية.